فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم للشباب الملتزم الذي يعاني من مشاكل نفسية بسبب عدم الزواج، لا سيما الذي لا يستطيع أن يتزوج مع حاجته القوية، مما يثر عليه طلبا للعلم وعبادة ودعوة بل تقلب عليه سلبا في ذلك، وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وهنا نقول السنة الزواج، وينبغي أن تكون القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد أحد ولو كان من أهل العلم عنده عذر في خاصة، لا يصبح قاعدة لغيره، لأننا أمرنا باتباع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع غيره. فالسنة لطالب العلم أن يحصن فرجه وأن يبحث عما يستره ويعينه على العفة وعلى الزواج، وهذا أصل أجمع عليه العلماء رحمهم الله على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، ولذلك يقتدى به ولا يقتدى بأحد كائنا من كان، مهما كانت إمامته وجلالته ومشيخته في الإسلام. المهم أن نتبع السنة، لكن طالب العلم لا يكلف نفسه ما لا تطيق. إذا كان يده قليلة يبحث عن امرأة متوسطة الحال، امرأة على قدره تناسبه، يبحث عن من ييسر ولا يعسر ولا يتكلف، وثق ثقة تامة: ما إن يأخذ العبد بالأسباب إلا يفتح الله له أبواب الفرج. يسر الأمر عليك يتيسر، وبدلا أن يعزم الإنسان الناس ويعزم الغث والسمين يقتصر على الخاصة والقرابة ويفعل شيء في اليسر والسعة، وبدل سهر الليالي والأفراح والقصور نقتصر على ما فيه ستر وعافية وينتهي الأمر. هذا إذا كنا لا نستطيع، لا نحمل الضعفاء والفقراء فوق طاقتهم، أو الأربعة والخمسة من الشباب الصالحين يجتمعون يفعلون زواجا في ليلة واحدة يشتركون في تكاليفه، لتقل الناس ما شاءت ما دام ذلك في مصلحتي وعفة لديني، ما علي وما على الناس، وهل الناس يغنونني من فقر ويشفونني من سقم ومرض؟ كلا ولا. إذا ماذا أنتظر عند الناس مدحا وذما؟ فإذا كان اجتمع الشباب الصالحون الأربعة والخمسة في زواج واحد سقطت التكلفة وتيسر كثير من العسر، وأمور الزواج دائما على يسر. كان أهل المسلمون كان الرجل يسافر إلى أي صقع من أصقاع بلاد الإسلام، ما كانوا يعرفون هذا مشرقي ولا مغربي ولا شمالي ولا جنوبي، أينما نزل في بلاد الإسلام فهم أهله وذووه، ما كان يقال للمسلم في دار الإسلام غريبة. وإذا جاء زوجوه وأكرموه، لأنهم ما كانوا يشعرون بأن هناك فرقا بينهم وبين المسلم، كانوا يعرفون ما هو الإسلام. ولذلك البساطة واليسر والسهالة وترك العسر، وأن لا يشدد الناس على أنفسهم. فطلاب العلم إذا تيسر الزواج بها ونعمة، إذا لم يتيسر الزواج فانظر رحمك الله أن أمور الزواج إذا دخلت في فكر الإنسان شغله الله بها وفتنه. إذا اشتغل بطلب العلم ما تيسر له الزواج، اشتغل بطلب العلم صرف الله همته لما هو أحسن وأكمل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالشاب اللي يقول لك والله هناك فتن وأحس بالفتن، نعم، كف بصرك واخرج وأنت لا تنظر إلى حرمات الله، وادخل وأنت لا تنظر إلى حرمات الله عز وجل، واسمع ما يرضي الله، وقرأ ما يرضي الله، واشغل وقتك بما يرضي الله، لن ترى فتنة أبدا، ولن تشعر بفتنة لا في نفسك ولا أهلك ولا ولدك، لأن الله يتولى جميع أمرك. فالواجب على طالب العلم أن يشغل كلية، إذا تعسر عليه الزواج أن يشغل نفسه بأنوار التنزيل، بما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب المبين، فهو رحمة وهدى وشفاء حتى ييسر الله له الفرج. وأوصي الأغنياء والأثرياء أن يحتسبوا في تفريج كروبات طلاب العلم.